ضيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع سريع حواري خفيف مواضيع تخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع سريع الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف بنرحب النهارده كده بالفريق اللي دايما بيجي لنا يعمل لنا شوهات خليكم زي ما انتوا كده شوهات حلوه قوي فريق
هاوس اوف بالي اكاديمي بدار الدفاع الجوي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اخرك قد ايه تفضلي واقفه كده؟ عادي ممكن تقعدي كده لسه. طب خليكوا اروح اكلم مع مامتكم شويه واجي، ولا انتوا زهقتوا وتعبتوا؟ طب تعرفوا الرجل تعرفوا الرجل الشمال دي ترفعوها لفوق تبقى طايره؟ يلا وروني. فلازم تنزلوا ايديكم عشان التوازن، خليكوا كده. ها ها اللي تنزل رجليها. لا سقفوا لهم، سقفوا لهم. تعرفوا تعملوا زيهم؟ ما خدتوش الايه؟ ما خدتوش فرصتكم. ضحكوا عليكم وانتوا صغيرين. ها؟ تيجي احنا اللي معلمتنا. اعرف اعمل كده بجد؟ طب يلا يلا بقى. لحد معايا؟ لا مش مناظره. وقفي. طب بس وقفي، اطلعي لقدام بس خطوتين. اهو اهو. لا مش هعرف والله. مش حاجه صحفيه؟ صحفيين بيصيروا اصلا. طيب سقفوا له مره ثانيه. ميرسي، شكرا. هتروحوا تغيروا؟ اتفضلوا تروحوا تغيروا. يلا اتفضلوا، شرفتونا ونورتونا. ايش يا كده دي؟ طيب الاغنيه الثانيه بقى تعالوا، مش انتوا بتخشوا بعد كده بنعمل الاغنيه؟ يلا تعالوا. صح، يلا تعالوا تعالوا خدوا البوز. يس سقفوا لهم لو سمحتوا. هي الفساتين بتعمل صوت؟ اخباركم ايه؟ انت حاطه روج قفشتك، وانت حاطه حاجات برضو، وفي ناس مش حاطين وفي ناس حاطين. هو احنا عندنا ممنوع كل اسبوع اقول لهالة نفس الكلام، هخصم منها الحلقه النهارده. صح يا هالة؟ كلميني في وداني. ليه حاطين روج وانت ما عندكيش شخصيه؟ حاطين روج اهو، انتوا حاطين لهم روج ليه؟ ما هو في هم اللي حطوا، وانتوا عندكم شخصياتكم كمان ولا ايه؟ طب احنا مش انتوا هتغيروا الفيلم بتاع الفودي، انتوا هتغيروا الاغنيه اللي بعد كده صح؟ هتخشوا لي من غير روج، ممنوع الروج. ليه تحطوا روج؟ صح؟ ما انتوا شكلكم كده حلوه اصلا، ولا انتوا ولا انتوا عايزين تحطوا روج؟ عايزين تحط روش؟ مش هتحط روش. انا هنا بقى بفرض، لو مامهاتكم والتيتشرز مش بيفرضوا شخصيتهم، انا هفرض شخصيتي عليكم. طب انا هسال بس المامهات حاجه قبل ما نتناقش في الموضوع ده. انت اول مره في حياتك حطيتي روش كان عندك كام سنه؟ كنت في رابعه جامعه. رابعه جامعه. وانا كذلك. وانا كمان. امال هما ايه نظامهم؟ لما اتخطبت. اولى جامعه؟ لما اتخطبت بقى. في الجامعه طبعا. في الجامعه. كلكم في الجامعه؟ مفيش حد في ابتدائي حط روج. طب وسايبينهم ليه؟ ما كانش في فيسبوك، ما كانش في يوتيوب، ما كانش. لا لا امسكي، قولي ما كانش في ايه؟ شخصيتهم قويه. ما كانش في فيسبوك، ما كانش في تيك توك، ما كانش في يوتيوب، ما كانش في حاجات كتير قوي زي كده. فالسن اتطور بسرعه، اللي عنده 10 سنين زي اللي كان على ايامنا 15 16 سنه 17. لا يجوز. لا يجوز. هو لا يجوز، احنا يعني بنفعل جاهدين ان احنا نسيطر على. لازم يبقى فيه انا عارف الجاكيته دي. انا عارف الجاكيته دي. بتاعت حد؟ مين الديزاينر؟ بتاعتك؟ لا لا استني، الديزاينر جت مين؟ فردوس صح؟ كانت عندي قريب هنا، فردوس عالي صح؟ دي حاجات هتجنن. طب لا يعني فانت مش بتعرفي تسيطري؟ بنحاول بس بيتقال لنا طب ما بنشوف. لا طب في ديسيبلين، في التزام، في حاجه اسمها ممنوع. اكيد. لان انت لو ما يبقى عندها دلوقتي 5 سنين وهتمشيكي على مزاجها، ما يبقى عندها 12 سنه هتعملي ايه حضرتك؟ على 12 صح؟ صح. هم يمشوا على مزاجهم في حاجات معينه، احنا مش هنفرض عليهم سيطره، بس روج ما ينفعش. صح؟ لا صح دي حقيقة. معايا ولا مش معايا؟ لا 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 انت صغيرة. طب احنا انت مين من غير روج؟ هو من احنا ملاحظين ان السن الاصغر كمان من غير روج؟ يعني لو في 10 مثلا وفي 7. لا ما فيش اساسا. هو يعني
الروج ده يتحط لما يخشوا الجامعه او حفله البروم بتاعه التخرج بتاعه المدرسه، يعني ممكن نعديها. بس صغيرين كده لا، كفايه التجانه اللي انتوا لابسينها دول، قفشوا عليا قفشه سودا. طب انتوا مش عاجبكم كلامي صح؟ طب احنا هنتناقش بس. انتوا دلوقتي ربنا خلقكم كلكم زي القمر، شكلكم حلو، فانتوا مش محتاجين تعملوا ده، ولما تكبروا هتفضلوا زي القمر زي ما امهاتكم كده، فمش محتاجين اذا كانوا هم مش حاطين. خلاص بصوا، احنا عايزين نتفق على حاجه، ان احنا نحاول ما نحطش روج ولا ميك اب خالص، ونحاول دايما نلبس فساتين وجوب، فساتين وجوبات. خلاص نقلل من لبس البنطلونات، يعودوا نفسكم ان انتوا تلبسوا جوب فستان وما نحطش روج وما نلبسش جزم كاوتش كتير برضو، فاهمين؟ اه عشان انتوا بنات، فالبنت المفروض كده تبقى ايه؟ صح ولا انا كلامي غلط؟ انتوا جاهزين للاغنيه اللي جايه؟ يلا مزيكا وبعديها فاصل، اتفضلوا. ايه الحلويات دي؟ أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة.
طيب مره تانية كده بنرحب النهارده بفريق هاوس اوف باليه اكاديمي بدايه الدفاع الجوي، وشفنا دلوقتي اغنيه هندي انا مش فاهم فيها اي حاجه بس هديها المترجمه. اتفضلي تعالي. لا تعالي بجد هنتكلم بجد. تعالي اشرحي لنا. تعالي بس في وسط البنات كده. اسم حضرتك ايه؟ سيمونه. استاذه سيمونه نزلوا ايديكم خلاص. او انتوا فاهمين حاجه في الاغنيه ولا اي حاجه؟ اوكي هي انت عارفاها؟ لا هي جا بنتك؟ طب تعالي جنبي هنا. ترجمتيها لها ازاي؟ جبتها من على جوجل. طب امسكي بقى، ايه معناها؟ ان هي بتحبه. مين هي؟ المغنيه اللي بتغني. اللي المفروض هي دي. المغنيه دي مجنونه عشانه. مجنونه. وهو كل احلامها يعني. لا لا هو بيحبها جدا برضه. ومستعده تسيب الدنيا يعني كلها عشانه. يخربها. يعني معناها كده في المجمل. طيب ميرسي ليكي. ثم قالوا حاجات كتير. طيب اتفضلي اشكرك. سيمونا انت كنت انت سيمونا؟ امال هي مين؟ فين بنتك؟ اسمها ايه؟ سيماني. سيماني؟ سيماني. سيماني. انت كنت انت شرحت لهم المعاني بتاعتها؟ طب انتوا كل ده عمالين تعملوه على اساس ايه؟ انتوا مش فاهمين حاجه. يا ما صح؟ لازم يبقوا عارفين؟ طب ليه ما شرحت لهمش؟ مش تقول لهم؟ طب احنا عايزين نتفق اتفاق ان اي اغنيه او اي شو بيتعمل على حاجه مش عربي لازم نبقى فاهمينه. لان ممكن يبقى حاجه مش صح انها نسمعها ويبقى معانيها مش كويسه او مش لسنكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان يبقى في احساس فتبقوا انتوا حاسين باللي بيتقال صح، ما نبقاش زي الروبوتس، نبقى فاهمين المعاني. وانت شغاله ومش فاهمه اي حاجه عماله تقطع وانت مش فاهمه، لازم تبقي فاهمه. انت عندك كام سنه؟ 13. طيب مش لازم تبقي فاهمه عشان تشتغلي باحساس، فاهمة؟ يلا سقفوا لهم، روحوا بقى غيروا. وانتوا مامهات دوركم ان انتوا تعرفوا الاغنية معناها ايه؟ افرضوا انه هي حاجة مش موجهة او فيها كلام قبيح. مين؟ احنا مش احنا الصغننين. انتوا مين مامهاتهم؟ مامهات الصغننين. وانتي مامهات مين؟ لا ده انا 6 سنين و4 سنين. وانتي مامهات مين؟ المتوسطين. يعني ولا واحدة من دوركم بيتها هنا؟ احنا بس احنا ما بنشوفهمش اصلا، يعني احنا بنشوفهمش هما بيتدربوا جوه، ما بنشوفهمش خالص. نعرف احنا بنتفرج لاول مره. حبايبي ما شاء الله فرحتيني، جيتي حاليها بوظتيها. لا لان احنا سايبتها في ايد امينه. كابتن سماح. ايوه يعني الكابتن الحق الحق سايبينه في ايد امينه، فعارفين طبعا. يقولوا سايبينه في ايد امينه. ايوه هي ايد امينه طبعا، بس لازم نبقى فاهمين ده. هي اكيد هتوجه البنات للشيء الكويس، فاكيد متابعه الاغنيه عامله ازاي، مش هتقدم حاجه مش كويسه. بيني وبينك كنتي كنت عارفه معاني الاغنيه يا حاجه؟ كنت عارفه معاني الاغنيه يا شيخ عودي؟ طيب احنا دلوقتي نشوف الشو اللي بعده. البنات الكبار برضو هيعملوه. الاغنيه اللي جايه دي انا فاهمها، طاير يا هوا للاستاذ محمد رشدي، دي حاجه كده نعرف نتناقش فيها. يلا هيخشوا دلوقتي معانا البنات يعملوا طاير يا هوا لمحمد رشدي. سقفوا لهم بقى. يلا جاهزين؟ تعالوا تعالوا تعالوا. اهلا وسهلا. معقوله الالوان دي؟ ده انتوا حاطينه بجد مع الهوا دلوقتي. جاهزين؟ يلا هنسمع الاغنيه دي، وعايزين بقى تسقيف وتشجيع جامد كده، وبعديها فاصل ونرجع نكمل. مزيكا.
يلا مزيكا. سقفوا لهم تاني عشان شالوا الروز. وانا عمال اقول هم مالهم احلووا قوي كده من غير الروز، صح؟ مش انتوا شايفين كده؟ والمشاهدين كلهم في البيت كده شايفين ان هم احلووا كده عشان شالوا الروز. طيب بنرحب مره تانية كده بفريق هاوس اوف باليه اكاديمي بدار الدفاع الجوي، النهارده مشرفينا ونورينا وعاملين حاجات حلوه قوي قوي قوي. البنات بقى الحلوين هتروحوا هناك عشان تغيروا. يلا يلا سقفوا لهم سقفوا لهم. جاهزين للشغل اللي بعده؟ جاهزين؟ اقومهم يعملوا معاكم؟ مامهاتكم؟ طب خشوا تعالوا سقفوا لهم. انتوا بصوا لي كده، بصوا لي يا بنات، مامهاتكم كلكم هنا؟ لا؟ مين مامتها هنا؟ ومين تاني؟ مامهاتكم بيعرفوا يرقصوا؟ لا؟ ترقص على الايه؟ يا عيني عليكم. طب انا عايز اسالكم سؤال، انتوا ما تكبروا وتتجوزوا وتبقوا مامهات هتفضلوا تشتركوا في حاجات زي كده ولا هتقول لا احنا بقى خلاص كبرنا هنقعد زي ما امهاتنا كانوا عايزين في البيت بقى اه نشتغل الشغل بتاعنا وشغل ولا ايه النظام بصراحه؟ ها هتكملي؟ ها وانتوا هتكملي؟ طب ولو اتجوزتوا جوزكم قال لكم لا؟ حقيقة؟ خلاص بقت عادي جدا هطلقوا عادي ولا فارقه معاه عادي يا جماعه خلاص يعني. لا هو قبل ما هتتجوزوا هتقولوا لهم احنا عندنا نشاطات فنيه بنعملها وعايزين نفضل مكملين في النشاطات دي لان النشاطات دي بتطلع الطاقه السلبيه اللي عندنا وبتدينا طاقه ايجابيه وبتعمل لنا ثقه في النفس اكتر فاحنا هنستمر وانتوا انت كزوج تعالى معايا اتدرب معايا ونبقى الحياه كده تبقى كول. تفتكروا ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل اشك. نحاول جايز جايز يبقى في امل. اه
طيب يلا هنشوف الشو ده وبعد كده ناخد فاصل. مزيكا.
ايه الحلاوه دي؟ يا بنات يا بنات يا بنات، الطف الكائنات، برحب مره ثانيه بفريق هاوس اوف باليه اكاديمي بدور الدفاع الجوي. تعالوا بقى ايه، اقعدوا معايا كده، انزلوا فكوا 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 فكوا. مين ما هي اللي هتروح تغير؟ يلا روحي غيري. تعالوا بقى انتوا ايه حواليا كده عشان نقعد نتناقش مع بعض. اقعدوا اقعدوا على ركابكم عشان انتوا لابسين فساتين حلوه كده. ايوه الاخبار، قربوا مني شويه بس عشان هنتكلم، بس خليكم باصين لقدام، ارجعوا كده. اهي انت الطويله اللي فيهم. انت اسمك ايه؟ جويس. ازيك يا جويس، اخبارك ايه؟ بصوا بقى، انا دلوقتي كلكم تبقوا باينين، دلوقتي عايزين نتناقش في شويه حاجات كده ليه علاقه بيكم. اولا انتوا مين اكبر واحده فيكم في السن؟ كام؟ 16. 16؟ انت كام؟ 15. اكبر واحده 16، ومين اصغر واحده؟ كام؟ 11 ونص. انت كام؟ 11 ونص. 11 ونص. نفس المدرسه. انتوا في نفس المدرسه؟ طيب عايزين نتكلم شويه عن علاقتكم باهاليكم، بمامهاتكم وباباهاتكم. دايما بيبقى فيه في السن بتاعكم ده اللي هو تين ايج، اللي هو سن المراهقه، اللي هو انتوا كنتوا صغيرين وابتديتوا تكبروا والناس بتتعامل معاكم ان انتوا اطفال، وانتوا مش عايزين الناس تتعامل معاكم ان انتوا اطفال، وانتوا شايفين نفسكم مدمزلات بقى ايه وحاجات زي كده. فده بيعمل شويه مشاكل، صح؟ مش مع العيله بس، مع العيله ومع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، صح؟ امسكي المايك. انت ايه مشاكلك في الحياه بصراحه كده؟ لا امسكي المايك. معرفش. لا يعني مشكلتك مثلا، عندك مشكله مع اهلك؟ لا. ساعات بتختلفوا مع بعض؟ احيانا. في ايه بقى؟ عايزك تفردي ظهرك كده وانت قاعده. انا واخويا. انت واخوك بتختلفوا مع بعض؟ ولا انت ومامتك وباباكي؟ تفرق. انا واخويا بسبب مامتي. بسبب مامتك وباباكي. يعني قولي بصراحه ما تتكسفيش. انا واخويا؟ اه. فمتخانق انا واخويا، فبابايا ومامتي بقى بايه؟ بيدخلوا في الموضوع. بيدخلوا في الموضوع. بياخدوا صف مين في الغالب؟ هو اخوكي اصغر ولا اكبر؟ اصغر. بياخدوا صف مين؟ نص يعني، ساعات كده وساعات كده. أوه. حسب الجريمه. فانت ايه اللي مضايقك منهم؟ طيب ولا مفيش حاجه مضايقك منهم؟ لا مفيش. مفيش؟ طب ده شيء اديها بقى. انت اسم حضرتك ايه؟ كنزي. ازيك يا كنزي؟ وانت عندك مشاكل مع اهلك؟ لا الحمد لله كله تمام. مع المجتمع؟ لا. بتمشي في الشارع بحريتك؟ اه الحمد لله. بجد؟ اه. مع ان في بنات ما بيمشوش في الشارع بحريتهم عشان بيتعاكسوا. لا مش بتتعاكسي؟ هو ساعات بتتعاكسي؟ لا ما بتعاكسش. ما بتعاكسش؟ لا. اوكي يعني انت ما عنديش مشاكل. ايه مشكلتك في دنيتك طيب؟ لا ما عنديش الحمد لله. ما شاء الله ده الحمد لله. ادي بقى لزميلتك. وانت عندك كام سنه؟ 13. انت ايه؟ ريتاج. ريتاج. وانت عندك مشاكل مع اهلك؟ لا الحمد لله. فعلا؟ ومع المجتمع؟ لا. ايه الحاجه اللي نفسك تغيريها في المجتمع مثلا؟ بس كلامكم مش واقعي يعني، مش مصدقكم بصراحه. اكيد عندكم مشاكل مع اهاليكم، واكيد كلنا بيبقى عندنا في السن ده وفي غير السن ده مشاكل مع علينا ومشاكل مع المجتمع، فانا مش مصدقكم بصراحه. انتوا بتجملوا المواضيع او مش عايزين تقولوا. لو مش عايزه تقولي قولي مش عايزه اقول، اسهل. عندك مشاكل مع اهلك؟ لا. ولا مش عايزه تقولي؟ لا ما عنديش. مع المجتمع؟ لا عادي. عادي ايه العادي؟ في؟ لا مفيش. برضو؟ اه. عندك مشاكل في البيت مع اهلك؟ لا. في التعامل؟ لا. الحياه وردي؟ وردي. والله ده انتوا مش سهلين خالص، بتقولوا اي كلام، مش مصدق ولا واحده فيكم. لا وردي. لا انا عارف، انا ما قلتش بتكذبوا. انا ما قلتش، بس انتوا مش راضيين تقولوا. عندك مشاكل مش عايزه تقوليها؟ لا. ومع المجتمع؟ الدراسه. انت مش عايزه الدراسه. مش عايزه الدراسه. ليه كده؟ عشان هي وحشه. انت عندك كام سنه؟ 12. ومش مبسوطه في المدرسه؟ اه. ايه مش ايه مش مش مش, مش, مش شاطره في المدرسه؟ لا شاطره عادي، بس الامتحانات بقى وكده. لا ما هو ده كلام اي كلام برضه انت بتقوليه. لا ما بحبش الامتحانات. ما هو لازم يبقى عندك، ما انت شاطره في المدرسه يبقى لازم تحبي الامتحانات. الشاطر بيحب الامتحانات. اللي مش شاطر، هو ربنا ادى كل واحد فينا امكانيات، ممكن حد يبقى شاطر في المدرسه وحد لا. حد شاطر في العلم وحد شاطر في الرياضه، حد شاطر في المزيكا، كل واحد فينا شاطر في حاجه. فانت برضو مشكلتك اللي هي مش عايزه تروح المدرسه ومش عايزه امتحانات. اوكي قولي لي بقى كده حاجه يعني افهميني. محدش يقدر يكلمني.
لا ما تثقيش ما تثقيش في نفسك قوي كده زياده عن اللزوم عشان الحياه ما تديكيش على نفوسك. محدش يقدر يكلمك. ماشي ماشي ماشي. انت عندك مشاكل في البيت؟ لا. في المجتمع؟ لا. ماشي هاتي. الصف ده مش مصدق ولا واحده فيه مبدئيا. ها افهموني بقى. عندك مشاكل مع اهلك؟ لا. برضو ما انتوا جواكي بيتخانقوا مع بعض؟ احيانا. امسكي المايك. لما بيتخانقوا مع بعض عمرك حاولتي تتدخلي؟ لا. بتعملي ايه؟ عادي. عادي؟ ماشي اوكي اللي بعده. وانت عندك مشاكل مع مامتك وباباكي؟ شيكا. ايه بقى؟ ايوه برافو عليكي. انا احب البنات الصريحه، هم كلهم الصراحه، خليكي صريحه. مشاكلك في ايه؟ يعني يقعدوا يعملوني كاني طفله شويه. انت عندك كام سنه؟ 11. انت مش طفله؟ مفيش حاجه تضحك على فكره. لا انا حاجات شويه. انت مش طفله؟ انت 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 شايفه نفسك دلوقتي، انت عندك 11 سنه، انت طفله ولا مش طفله؟ ما بينهم شويه. لا قصدي في التصرف يعني. انت تصرفاتك عاقله وهما بيتعاملوا معاكي انك طفله، لان انت طفله. يعني في البطاقه وفي الحياه انت بتتعاملي معامله الاطفال، وده مش عيب، لان كل وقت ليه حاجه. فاهماني؟ يعني انت دلوقتي بس عندك 11 سنه فانت طفله. لما يبقى عندك 13 14 هيبتدوا يتعاملوا معاكي ان انت اكبر شويه. لما يبقى عندك 18 19 وداخله الجامعه سن تاني، بعد ما تخلصي من الجامعه وتتخرجي وتشتغلي وتصرفي على نفسك، دي مرحله اخرى. فهي كل مرحله الناس هتتعامل معاكي على حسب المرحله دي. مش معنى ان انت طفله يبقى الناس هتستتفهك او هيستتفهوا كلامك او هيستتفهوا ارائك، ده مش صح. هو المفروض يتناقشوا معاكي بس على اساس ان انت ايه؟ قولي طفله. ده مش عيب يا حبيبتي. انت عندك انت في سنه كام؟ خمسه. خمسه ابتدائي؟ طيب لسه بدري قوي، لسه بدري قوي عشان تقولي انا عايزه يتعاملوا معايا ان انا كبيره. انت لسه يعني ايه الواحد ما بيكبر؟ الواحد لما يكبر بيبقى عنده اكسبيرينس، بيبقى عنده خبرات في الحياه، فشايف حاجات كتيره قوي في حياته، في الاسره، في المجتمع، في المدرسه، في التمرين، فابتدى يبقى عنده خبره. فده نقدر عليه نقول ابتدى ينضج وبيعرف يتعامل ويقدر ياخد قراراته لوحده. انت دلوقتي تقدريش تاخدي قراراتك لوحدك، انت لا بتصرفي على نفسك ولسه صغيره وما عندكيش خبره. صح ولا غلط؟ صح. اقتنعتي شويه؟ مش مقتنعه بالكلام. ادي اللي بعدك. زيك. ايه بقى؟ ايه بقى؟ انا في حاجه في المجتمع. في المجتمع. ارفعي المايك. ايه اللي مضايقك في المجتمع؟ يعني يرحموا الحيوانات شويه. يرحموا الحيوانات. انت بتربي حيوانات؟ اه. ايه؟ عندي كلب. نوعه ايه؟ بلدي. كلب بلدي، برافو عليكي. اوكي. بس يعني بشوف كلب بلدي دي ذكيه قوي. جدا يعني. أوكي. عندهم وهم اصلا مهجنين من كلاب تانية. انا عارف. اه. شفينا؟ يعني. فدي انت مشكلتك مع المجتمع التعامل مع الحيوانات. يعني بيضربوا الحيوانات في الشارع، قطط بقى كلاب يعني. اه. وساعات بيعذبوهم ويعملوا. اه بالظبط، يعني لازم يكون في حكمة شوية في ده مع المجتمع. انت عندك كام سنة؟ 14 ونص. انت بتمشي في الشارع براحتك؟ يعني بصراحة. حسب المكان. حسب المكان. شوفوا بقى صريحة. ما انتوا ما تقولوليش ان انتوا بتمشوا براحتكم عشان انتوا مش بتمشوا براحتكم. هي صريحة. ايه يعني ايه اللي بيحصل؟ فهميني. يعني باخد رأي ماما الأول لو هل المكان ده يسمح للبس ده. اوكي. يعني هو حسب المجتمع والمكان. بس ولو ينفع تمام، بس برضه بنختلف احيانا بس عادي يعني. اوكي. طبعا هو اصلا هو انت من حقك الصح ان المجتمع ملوش دعوه بيه. اه ده الصح. ان انت تلبسي لبسك وانت نازله من بيتك واي مكان تروحيه محدش يتعرض لك ولا حد يبص لك ولا حد يعكسك ولا حد يتحرش بيكي ولا الكلام ده كله. ده لو المجتمع ما فيهوش ناس يعني غير دولت غير اسوياء اللي بيعملوا كده. بس هو من حق اي فرد في المجتمع، ست، راجل، طفل، انه ينزل من بيته يمشي على الرصيف بحريه، يركب مواصلات بحريه من غير ما حد اصلا يبص له بعينه. ده الطبيعي. بالظبط. طب بصراحه انت تعرضتي قبل كده لمضايقات في الشارع وتصرفتي ازاي؟ ممكن تقول لنا بعد اذنك؟ ممكن كلام يعني. كلام بايخ. حد قال لك كلام بايخ، عملتي ايه؟ لا ما بردش وبمشي. وبتمشي. بتمشي وانت مخضوضه وعامله كده وبسرعه؟ لا لا. اه برافو. يعني ولا اكنك إيه؟ سمعتي. بتتجاهليه. بالظبط. هوا. اه اكيد. برافو عليكي، صح كده. طيب ورحتي حكيتي لاهلك؟ اه ماما الصراحه وبابا يعني. رحتي قلتي لهم؟ برافو عليكي. هم اصحابي يعني. اه قلتي لهم ايه بقى؟ ارفعي المايك.
يعني قلت لهم في حد قال لي كذا كذا. قلت لهم الكلام؟ اه. قالوا لك ايه؟ يعني نصحوني بقى ان ده يعني تصرفي كذا صح اللي انت عملتيه ده. ما قالوكيش انت غلطانه ان انت مشيتي كده ولا كنت لابسه اللبس ده ولا كده؟ لا عشان ما جابوش اللوم عليكي. لا لا برافو عليهم وعليكي. وبعدين هو اللوم على الشخص عامه. طبعا طبعا لان هو شخص ما يعني بس برافو اشكرك. شايفين كلكم عندكم قصص زيها وكسفتوا تقولوا نفس السؤال. عندك مشاكل في بيتكم مع المجتمع مع نفسك؟ ممكن الواحد يبقى عنده مشكله مع نفسه. المجتمع. ممكن الواحد يبقى ما عندوش ثقه في نفسه. المجتمع. المجتمع ماله؟ انت عندك كام سنه؟ 13. طب ارفعي المايك وعلي صوتك. ايه مشكلتك مع المجتمع؟ ممكن بيتنمروا عليا. بيتنمروا عليكي ليه؟ عشان قصيره. لا ومحدش يضحك اصلا لما حد بيقول حاجه زي كده لان انتوا كده اشتركتوا في التنمر عليها. لما هي بتقول بيتنمروا عليا فانتوا بتضحكوا يبقى انتوا كده شاركتوا في التنمر. ايه اللي بيحصل؟ بيقعدوا يقولوا انت قصيره. مين اللي بيقول لك كده؟ صحابي. صحابك؟ في حد منهم اللي قاعد هنا؟ في المدرسه؟ وانت بتتصرفي ازاي؟ الله اعلم بجد. يعني ايه الله اعلم؟ مش عارفه. انت ما حد بيقول لك يا قصيره، انت بتقولي له ايه؟ ردك بيكون ايه؟ مش عارفه. اصل هو مفيش غير رد واحد بس. دي خلقه ربنا. بالظبط. انت معترض على خلقه ربنا؟ فول ستوب. ما فيش تناقش، ما فيش نقاش. يعني حد بيقول لك انت مثلا لونك كذا، طولك كذا، مناخيرك كذا، شعرك كذا، الرد ايه؟ هو رد واحد. دي خلقه ربنا، عندك اعتراض اتصرف مع ربنا. مش هنتناقش لان اللي هيقول لك انت قصيره هو بيعترض على حكمه ربنا، ربنا خلقنا طوال وقصيرين واقزام وممكن حد يتولد بدون اطراف وكذا 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 وشعر اصفر وشعر احمر وشعر كيرلي وشعر ناعم. دي خلقته ما بنتناقش اصلا غير ان احنا بنقول الحمد لله. فانت بتتضايقي ما حد بيقول لك كده؟ لا. على فكره وانا في المدرسه كانوا بيقولوا لي كده، بيقول لي انا قصير، اعتبر يعني في وسط الرجاله وفي الشباب انا قصير. انا كان ردي كده، كنت كان واحد مثلا يجي طويل كده يقول لي يلا يا أزعة، اقول له انا أزعة بس انا فرحان ان انا أزعة بس انا اذكى منك وربنا اداني حاجات تانية ممكن تكون احسن منك وانا فرحان ان ربنا خلقني أزعة. بس اللي بعده. هاي. هما اهلي لا ما فيش حاجه بس بالعكس هما بيدوني سبورت في كل حاجه انا بحبها. علاقتك بباباكي اقوى ولا بمامتك؟ يعني مامتي شويه عشان ايه؟ يعني هي بتكون يعني معقول. يعني مثلا بابايا يعني مش معايا في او كل الاوقات، يعني هو بنشوفه مش في كل اليوم يعني. فمامتي مامتك بتشتغل؟ لا. اوكي. في حاجات انت بتقوليها لمامتك ما بتقولهاش لباباكي؟ في اسرار بينك وبين مامتك؟ بصراحة؟ اكيد في اسرار بيني وبين مامتي بس عادي يعني كل مش اسرار سؤال. قوية يعني. مامتك بتحكي لك اسرارها؟ يعني ممكن حاجات انت تعرفيها؟ انت ممكن يعني. مامتك ممكن تقول لك حاجات عنها باباكي ما يعرفهاش؟ مش عارفة بس هي بتقول لي كل حاجة، بتشاركني في كل حاجة. ممكن ده شيء لطيف. طيب مع المجتمع؟ وأنا بشوف إن المجتمع مش بيتقبل الاختلاف عامة، يعني دايما في هيت كومنتس على أي حد هو شايفه مش زي بيعمل اللي هو نفس اللي بيعمله. في أي حاجة. فالناس عايزة إن يعني مش عايزة حد تشوفه مختلف، كل الناس عايزين كلنا زي بعض. يعني وربنا خلق كل واحد فينا عنده بصمة في إيديه وفي مخه، فإحنا مختلفين. فإيه بقى؟ يعني عادي ممكن نقدر نتقبل الاختلاف بين كل حد ان هو يقدر يعني يبقى احسن في انت حاجة. عندك اصحاب مختلفين؟ لا يعني كلنا عادي زي بعض. اوكي ماشي اللي بعده. هاي. هالو. انت عندك كام سنه؟ 11 ونص. طيب عندك مشاكل في البيت؟ عندك مشاكل مع الصحاب؟ مع الاخوات؟ مع المجتمع؟ ايه؟ يرحمه سنة رابعة وخمسة. يرحمه سنة رابعة وخمسة؟ ده ايه علاقته بالمجتمع؟ لا في المجتمع، اما بقصد في المجتمع يعني وانتي في مول حد يضايقك وانتي ماشية في الشارع؟ لا انا طفلة. انتي طفلة؟ اوكي. بس ساعات بيضايقوا الاطفال على فكرة. يعني هي مين اللي قالها؟ ما هي طفلة برضه وحد يضايقها في الشارع. ممكن. لا ما حصلكيش. طب ده شيء لطيف. هنا حد عايز يزود على كلامه؟ انتوا كلكم كنتوا ساكتين انتوا الخمسه.
انت المتزعمه انت عندك بلاوي ماشي ده لا انا بقول لك ايه انت قلتي انت عندك كام سنه 14 انت خرمه مناخيرك اه اوكي وخدتي موافقه مين بقى عشان تخرمي مناخيرك مامي وما اعترضتش لا وباباكي لا عادي عادي طب انا عايز اسالك حاجه انت لو لو شلتي ده بيتشال بسهوله اه عادي يعني انت ممكن تشيليه دلوقتي بجد يبقى في خرم اه طب ولو نفيتي ممكن حاجه تطلع من الجنب ايه انا قلت لك ده قبل كده ولا ايه اه هو انت انا فاكرك طلعت بصي دي خلاص اوعي تعملي زيها طب انا من شويه قلت لكم لما تكبروا هتكملوا في الحاجات دي في الباليه وفي في الانشطه دي كلكم تقريبا قلتوا اه انتوا بتاخدوني قد انت ما قلتيش اه مش انا كنت موجوده اصلا طب انت هتكملي ولا مش هتكملي طبعا هكمل طب لو ارتبطتي واتجوزتي واحد قالك لا ايه ده اللي انت بتعمليه ده اكيد طبعا يعني هنتناقش في الموضوع وممكن يقنعك وتبطلي لا ممكن انا اقنعه لكن هو مش هيقنعك لا ولو ما اقتنعش نتطلق بقى لا انتوا مش هتطلقوا هو انت قبل الجواز هتبقوا بتتفقوا ايوه اكيد قبل الجواز انا متفق ان انا بلعب باليه مثلا وكده وهو اكيد هيبقى متفاهم الموضوع اوكي بس وانت هتكملي شكلك فيكي كده طب يا بنات انتوا شرفتوني نورتوني بس الناحيه دي اعترفوا اعترافات اقوى طبعا من الناحيه دي صح كنتوا اقوى في الكلام مش عارف هم هنا مكسوفين ولا محروجين قولي ماشي مش محروجين انا ماشي هم محروجين صح اه ممكن يكونوا مش حابين يقولوا يعني عادي انت مين اكتر واحده صاحبتك ارفعي المايك في كله بجد بقى ماما الصراحه ماما لا بس هو غير ماما لازم عندك اصدقاء اه ممكن صاحبتي مين اقول اسمها ساره ومامتك فين مامتك فين اوكي مامتك شخصيه قويه باين عليها جامده طبعا ما بتهزرش طبعا بتشتغل اه بتشتغل ايه محاميه اوكي بتقعدي تساليها في شغلها مثلا القضايا اللي عندك وبتقعد تحكي لك وبتبقى مستغربه بيبقى عندي فضول احيانا كده وبتحكي لك بقى يعني بتقعد تقول لي اوكي طيب انت عايزه تكبري تشتغلي ايه قلتي؟ في الباليه اكمل يعني ولا لا؟ وممكن تبقي في الباليه وتشتغلي انا بفكر عايزه تشتغلي ايه؟ يعني مش عارفه مترجمه او يعني لسه مترجمة؟ بشوف يعني انا عامه بحب اللغات اكتر اوكي فلسه يعني بشوف بتتكلمي انجلش كويس؟ اه الحمد لله وانت في مدرسه انجليزي؟ اه وفرنساوي بتعرفي فرنساوي؟ لا انا جيرمن اه بتعرفي جيرمن؟ ايوه ماشي طب سقفوا لنفسكم تعالوا بقى ايه روحوا غيروا عشان احنا عندنا دلوقتي احنا دلوقتي عندنا اغنيه سهر الليالي هنشوفها سولو مع ماهي صح كده؟ ماهي؟ هي جاهزه؟ ماهي ايوه يلا نسمع سهر الليالي وبعديها ناخد فاصل ونرجع نكمل مزيكا
أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. ها هيحيوا تاني، ها حيوا، ايوه. ايه الحلاوه دي؟ شاطرين قوي، عملتوا الشو حلو، مبسوطين من نفسكم؟ شايفين ان انتوا كنتوا كويسين صح؟ انا كمان شايفين ان انتوا كنتوا كويسين. اخباركم ايه؟ مبسوطين عندنا هنا في الشارع؟ عايزين تيجوا دايما؟ اتمنى ذلك. طيب بصوا بقى، انتوا خلاص مش هتعملوا حاجه تانيه، هتفضلوا معايا هنا اهو، صح؟ تعرفوا تروحوا تقفوا نفس الوقفة اللي كنتوا واقفينها في نفس الأماكن؟ وروني كده. يلا يا سلام، بصوا النظام، بصوا النظام. طيب برحب مرة تانية بفريق هاوس اوف باليه أكاديمي بدار الدفاع الجوي على وجودهم معانا النهاردة. شفنا دلوقتي حاجة كده أسباني لذيذة، دلوقتي نشوف سولو أريبيان دانس كسرت البندق، وبعديها ناخد فاصل. يلا جاهزة؟ واحنا كمان جاهزين. نفسك يجنن ما يزيك. Thank you.
خليهم زي ما هم عشان ناخد معاهم التصويره. خليكم يلا صورنا. ايوه واحد اثنين ثلاثه. النهارده شرفتوني ونورتوني حبايب قلبي انتوا. بشكر شكر خاص جدا فريق هاوس اوف باليه اكاديمي بدار الدفاع الجوي على وجودهم معانا النهارده وعلى الشهات الحلوه. اتبسطت معاهم ويا رب هم يكونوا اتبسطوا. بشكر المامهات، سقفوا لنفسكم يا ستات مصر يا حلوين انتوا. طيب ممكن بقى نرجع هنا نقف على الرصيف. ايوه ايوه عشان نختم. طيب خلونا بقى نشكر النهارده واللي هقول اسمه يجي لي هنا اهو، المدير الفني استاذه سماح عباس. اهلا يا سماح. كفايه خساسان بقى، خسيتي قوي. اهلا وسهلا، منوره ومشرفه حبيبتي. اهلا. ودكتوره سالي عباس، اهلا وسهلا. اهلا سالي حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. واستاذه ساندي عباس. فين ساندي؟ فين ساندي ما جاتش معايا؟ والمدير الاداري استاذه جيهان حماد، اهلا وسهلا. مشرفانا، اهلا بيكي استاذه سعيده، نورانا. والمدربين رناء علاء وريموندا شهير. ازيكم يا بنات؟ حلوين؟ البتاع اللي بتعملوها بتاعت البيت اسمها ايه؟ البوان. يلا كلكم. سنكين ده سنكين. ايوه وبعدين ده اعملي معايا. اما انا ما بعرفش برضه مين؟ باتموتانجو. مين؟ باتموتانجو. باتموتانجو؟ شاور. صباع كبير. لا هيجي لي كرام. وبعدين اللي بعدها سنكيام. وبعدين ايوه نشب. في حاجه لفوق؟ بعد بوري. ممكن نلف بيها بس. شرفتوني ونورتوني، ميرسي بجد، بكون مبسوط وانتوا معانا. اهلا وسهلا، شرفت بيكم، اتفضلوا، ميرسي، شكرا، شفتوني وانا بوري بوري اللي عملوا. طيب هنختم دلوقتي باخر اغنيه البنات الحلوين هيعملوها، واتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في اربع شارع شريف. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. قبل ما اقول باي باي تعالوا خدوا البوست بتاع اخر اغنيه. مين هيعمل اخر اغنيه؟ كلكم؟ كله كله؟ ولا انتوا بس؟ لا كلنا. انتوا وهناك هيدخلوا بعدين. هيخشوا عليكم. ميرسي يا بنات، ثانك يو، اتشرفت بيكم. يلا بينا مزيكا.